بس لو سمحت لي أنا لازم أتأكد. أنت يا بنتي موافقة على الزواج من السيد عاشور؟ موافقة. وقعي. مبروك. نورة 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 زينة. نعم يا ست. ليلو يطلع لبرا ما بدي اشوف وشه. قوليلي شو عملك؟ تركيني موت يا زينة. ما في شي بخلصني من العذاب اللي بموت. طلبيلي الموت يا زينة. طلبيلي. بعدي شر عنك. بعدي شر عنك. بابا لو سمحت بدنا نحكي معك بخصوص موضوع أمل. موضوع أمل منتهي. ما بدي حدا يحكي فيه بنوب. بابا بعد إذن حضرتك في موضوع لازم تعرفه. أمل ما بتحب الكونت وما بدها تتجوزه. يعني إذا كان في طريقة تانية. ما في طريقة تانية غير الطريقة اللي تمت. أنا ما بدي أولاد حرام بالعيلة. بابا أنت هيك عم تبالغ بالأمور. وعصبيتك الزايدة عم تخليك تغلط بالكلام. لسه ما كبرت للحد اللي تقدر تحكم فيه على كلامي اذا كان صحيح لما مو صحيح. بس تكبر اكثر من هيك حط بذهنك انه كلام ابوك دائما صحيح. العرس تحدد يوم الخميس الجاي والبطاقات توزعت على المتعوضين. تفضلوا. حاجة تشدي رح يموت الجنين. هاي أوامر البيك قال لي اخفي الحمل بأي طريقة، المهم ما يظهر الحمل قدام الضيوف حتى لو مات الجنين. الله يبارك فيك يا مالك.
ولادك ان شاء الله. اهلا. كيف حالك؟ الله يبارك فيكم يا أهلين. مين ليشك لابس؟ بتطلع على غرفتك تلبس جرافي وبترجع. بدي الناس كلها تشوفك مبسوط في عرس اختك. تحرك تحرك. اهلا وسهلا. 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 كيف حالك؟ شرف شرف. ارتاح. اهلا وسهلا. شرفت. اهلا وسهلا. وانا اشتقت لك كثير، بس ما قدرت اكتب لك لاني وقت ودعتك ما اخذت عنوان بيتك، مشان هيك ما في راسك. انا كمان ما عرفت عنوان بيتك. كتبت لك هالرسالة لانه لما بشوفك بتلخبط عقلي وبيع الكلام مني. زي زفون انا بحبك، وهي الرساله رح تكون رفيق لي بغربتي. بتوافقي؟ بتحبيني زي زفون؟ Yeah.
اخويا. وينه؟ بالمكتب. بيك انا اجيت لهون مشان اخذ المكافأة اللي وعدتني فيها. ما كان فيك تستناني لحتى ارجع على الضيعة؟ مو شايف عندي حفلة والبيت مليان ضيوف؟ يا بيك وهذا كمان سبب تاني شجعني لحتى اجي هني حضرتك بعرس بنتك. انتظر هون. أنا تجوزته على سنة الله ورسوله. مين شو عم تحكي؟ مين هو بيه؟ اسمه مهران الأشهب وعايش بضيعة بسموها نبخة. المكافأة اللي وعدتك فيها تاخذها وتمشي من هون بسرعة، والأفضل إنك ما ترجع على الضيعة. أنا فيني أدبر شغيل غيرك. أنت هلا صار معك مصاري وفيك تستغني عن شغل الأرض. بس يا بيك أنا ما بدي منك مصاري. قصدي يا بيك لما شاردتك لحتى لاقي الهربانين وأخذ مكافأة، كان في بذهني مكافأة تانية غير المصاري. شو المكافأة اللي بذهنك؟ يا بيك أنا بذهني أدخل سلك الدرك وصير ضابط. أنت؟ كيف بدك تصير ضابط وأنت؟ لا يا بيك أنا متعلم ومعي شهادة، بس بدي من حضرتك تتواسط لي عند حدا من معارفك لحتى يقبلوني. شاب مثلك عنده رغبة يحمل سلاح لازم يكون واحد من اثنين، يا اما حرامي يا اما بسلك الجندرمة. انا معجب بفكرتك هاي، والافضل طبعا تكون بسلك الجندرمة. تلبس بدلة رسمية وتصير ضابط مشان تحمي القانون. هاي بطاقة توصية باسمي بتسلمها لمدير مكتب وزير الداخلية بالشام، هو صديقي رح يعمل كل جهده لحتى يساعدك، وانا رح احكي معه بالتليفون. هيك اي شيء تاني بتحتاجه بقى خبرني. شكرا يا بيك. لا تشكرني، انا بحب اخدم ناسي. ما بتعرف يمكن يجي يوم احتاجك فيه وانت ضابط. مع السلامه. Thank you.
يمكن أعصابك تعبانة شوي. معك حق، يمكن من الموسيقى. الموسيقى كانت متخلفة، فعلا كانت متخلفة. بس ولا يهمك، بكرة رح سمعك موسيقى عزفناها بيوم من الأيام أنا وياكي سوا. أنت هلا مزعوجة وأنا ماني بأحسن حالاتي. أمل، ما بعرف ليش صار اللي صار ولا بعرف كيف صار. صدقيني كنت أحلم باللحظة اللي تصير فيها زوجتي بس مو بهي الطريقة. على كل يوم بتمنى تكوني هلا مرتاحة. مش هاد عم يضايقني. إذا كان المشهد عم يضايقك فعلا فكي. شو بدك تعمل بابني؟ رح أعطيه اسمي واسم عيلتي. أمل، أنا عندي إحساس إنه نحن قادرين نعيش مع بعض مثل أي اثنين جمعتهم الصدفة. صدقيني ما رح أزعجك بأي شيء، وبتمنى إنك أنت ما تكرهيني. وهلا إذا حبي ترتاحي تفضلي. مسيك، هاي رسالة للأستاذ بشير والعنوان عليها، وأكيد رح يوقف معك. ومسك لي هدول. لا بس ولا كلمة. ولا تنساني من الرسالة. ماشي مسيك. ولو يا أستاذ غالب، ليش مين بيقلي بهالدنيا غيرك؟ واجب واجب. الله معك. حاضرك. الرسالة وصلت من البيت. إذا بتحبي تقريها. زينة. تعال يا زينة. قولي للبيك إنه القائم مقام اتصل فيه وبده يشوفه ساعة معنا. Thank you.
خير؟ أنا طالع عسل، بدك شي؟ الحكومة الفرنسية بتشتري منك التبغ بدون أي سمسار. ليش يا حضرة قائم مقام؟ أنا صار لي سنين ببيع التبغ تبعي بهالطريقة، عملائي كثير كويسين، ليش بدك كان يخرب صلاتي التجارية؟ رح يزيدوا عمولة السمسار على ثمن التبغ. منيح بهرام بيك منيح. العمولة مع السعر، المكسب معك. وليش بدهم يدفعوا لي هيك؟ ما بدي أعرف شو الهدف؟ أنت بدك العنب ولا أكل الناطور؟ بدي العنب طبعا، بس كمان بدي افهم. راح فهمك، بس انت قول ايه يا سيدي. اعتبرني وافقت. خلص، راح نعمل الاجراءات وتسجيل العقود راح يكون خلال ايام. فهمني بقى شو القصه. راح يحتكروا تجاره التنباك بكل سوريا وينافسوا الدخان الوطني. ليش ما قلت لي هيك من الاول؟ انت شو ضرك من هالقصة؟ انت لا بتصنع تنباك ولا شيء، انت بتزرعه بس. مظبوط يا حضرة القائم مقام، بس كمان انا نائب البرلمان وهذا الشيء بيأثر على سمعتي. يا سيدي انت هيك ولا هيك عم تبيع للفرنسيين، وهلا بسعر اعلى، بعدين اذا ما طاوعتهم بيساووا لك مشاكل، يضايقوك، بيصيروا بيتبلوا عليك. هدول محتلين مهران بيك. هون يا بيك وارد الحنطة الإشمالي، وهون وارد التنباك الإشمالي، هون صادر الحنطة الإجمالي، وهون صادر ومصاريف التنباك الإجمالي. عجيب. خير يا بيك؟ في شي غلط بالحسابات لا سمح الله؟ ها؟ لا لا أبدا، يعطيك العافية. بس نورة، كل ما ازداد مصروفها من هون الخير عم بيزيد من هون. ما زادت مصروفها وعطاياها الخير والمال عم بيزيد. هلا يا بيك بتأمرني بشي؟ لا ابدا، يعطيك العافية. سليم. نعم يا بيك. وديت مصاري للكونت. نعم يا بيك. ليكن انا هلا بطريق بمرق بعطيهم. السلام عليكم. لما كنت صغيرة كنت مفكرة انه كل شي في العالم لإلي، اني بقدر اعمل كل شي بدي اياه. كبرت وعرفت ان الواحد محتاج يكون قوي ليعمل الاشياء اللي بحبها. أنا عم بحكي معك هذا الحكي عشان تفهمي منيح، لأنه بدي إياكي تكوني قوية، بدي إياكي تكوني قوية.
تسامحيني. هذا الكلام يمكن ما اقدر اقول لك اياه. انت كبيره بس غصبا عني بدي اقول لك عن بابا. بدي اقول لك قديش بحبك وقديش هو قوي. قديش كان حابب نكون مع بعض. غصبا عني انا رح احميك. رح ساعدك تعملي كل شيء انا ما قدرت اعمله. بحبك. كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يكون معك. سليم أفندي. مرحبا كونت. خطك نعم. مع السلامة. في واحد على الباب عاوزك يا بيه. مين هو؟ قال موظف بالنفوس. شو بده؟ ما بعرف. خليه يفوت. تفضل. احترامي يا بيك. شوفي المحروس ابنك تميم بيك. شبه؟ رافع كتاب بيطلب فيه تغيير كنيته من بيت الأشهب لخانة بيت حلمي. عوشي يا بي. حدا راه هاي المعاملة؟ ولو يا بي ما سمحت لحدا يشوفها. خاطرك يا بي. أنا ما لقيت مكان تاني يحكي معكم فيه غير هون. وما حدا شايفنا وما حدا بيسمعنا. اللي مو عاجبه منكم من عائلة إلى وزنة بالبلد يتفضل يشوف لنفسه نسب تاني يشرفه. أنا ما لي بشرفه. بكرة الصباح راح تكون بين إيديكم أوراق لهويات جديدة
بس من قبل بيهزمكم ونسب العائلة اللي حتشرفكم أكثر من حتى ماشا. لا تنسوا تكتبوا لي عنوانكم الجديد اللي لازم أبعتكم عليه الهويات. بابا أنا عندي مشكلة بالجامعة. بعرفها. عم يحكوا علي. شو عم يقولوا؟ بقولوا انه مهران الاشهب عم يلف عن سمايك. هيك شي. انت ساكت. مهران الاشهب عمره ما كان بحاجة لشهادة سلوك من حدا. خصوصا من هيك عقول. ما بتشوف ابعد من افا. هذول الناس ما بيفرقوا بين بيت الشعر وبين الشعار. هاي عقول جاهزة تتحمس لأي شيء. بيشبه الانفعال المحطوطة فيه. لأنها غبية. الناس بيحبوك لنفس السبب اللي حيكرهوك فيه. انتو لسه صغار شباب متأثرين بالوطنيات وبالجامعة وكلام الجامعة وكلام البرلمان. هاي ابوكم عضو برلمان. بحياتي ما رفعت صوتي. بحكي الكلمة بكل هدوء مثل السيف لكن بالوقت المناسب. لأن الوطن بالنسبة لي مغنية تنحب ولا قصيدة شعر. صالح ناس بهمة تتطور وتتقدم. هاي بلد. الكلام الفاضي اللي عم تسمعوه بس صوت عالي. الصوت العالي ما بيطلع الا من الجبان اللي بيحاول طول الوقت يغطي على ضعفه وقت بيواجه اي ازمه من الازمات. أول أزمة بتواجهها بتقرر بكل بساطة تتخلى وتتبرع حتى من شرف انتمائك العائلي. إذا كنت أنت هلا هيك وأنت بعز شبابك وأنا لساتني عايش، شو بدك تعمل بكرة وتموت؟ هلا أنتوا مستعجلين على موتي. شو بدك؟ بدك تعتذر؟ أنا آسف بس هدول الناس مو غلط من نسمع رأيهم. مو غلط ما ترد عليه؟ مو غلط ما تكون رجال وتواجه الدنيا بعقلك بدل عاطفتك؟ اسمعوا انتوا اتنين، أنا رح أعطيكم فرصة تنسوا كل هذا اللي صار، بس يكون بعلمكن هوياتكن الجديدة رح تضل جاهزة لآخر لحظة بعمري. بيت الأشهب ما بيناسبوا الرجال، ولحتى تثبتوا إنكن رجال لازم اسمع إنه صار لكم رأي مو متأثر لا بعقول المراهقين ولا بعواطف النسوان الفاضية. فضلوا سلامتك. سليم؟ مر يا بيه. لا تنسى تمر لعن تميم وتمام. إن
تعطيهم مصاري من حساب المصنع، بس لا تقول لهم مني، قول لهم من امهم. مفهوم يا بيك. والمصامر اللي عندي مش هنروح على البرلمان. كيف لازم ينتصر مهران حتى لو راح بطريقك ضحايا من اقرب الناس لك؟ ياسمين انت هيك عم تقسي علي كثير. بالعكس، انا من واجبي اني اقول لك هذا الحكي لانه ما راح يجي حدا ثاني يقول لك يا غيري. مهران صدقني انت لو بيصح لك تشيل عقلك وتحطه براس ولادك ما راح تقصر. شو الغلط؟ الغلط انه عقلك مو لوقته. انا عقلي لك الوقت. بل وشو هالغرور؟ عفواً مهران بيك، جنابك ليش رافض تعترف انك كبرت؟ حمايك مايك انت، انا ما عم بكبر ابدا. ما ادري ليش بحس قدامك اني ولد. بحكي لك كل شيء، عندك كل اسراري. هلا هاي مو ولدني؟ هاي ولدني وشقوني كمان. انت بهي ولد اكثر من اولادك، بحاجه لام تسمع لك وتسامحك وتحاسبك وتربيك كل يوم اكثر من امك. طيب والشحنه قديش بتطلع؟ حسب الطلب يا بيك. حسب الطلب. طيب يعني اللي قديش؟ طن؟ طنين؟ حسب الطلب يا بيك، ما اقل من 3 طنات. عال عال 3 طن. وبالشهر كم شحنه؟ مهران بيك بصدر للبر وللبحر. يعطيك العافية. الله يعافيك، مع السلامة. أهلا كنت. ريحة الدخان أنا بحبها كثير كثير، مع إنه بتسبب لي حساسية أحيانا مثل ريحة العطر الكولونيا. بتعرف إنه بفرنسا سليم بيك أحيانا بضيفوا على الدخان المنكهات، يعني زهر، بابوناج، بتعرف هالشي ولا لا؟ بعرف منيح، بس ما قلت لي يا كونت، ممكن نعرف سبب تشريفكم لعنا اليوم؟ بظن انت لازم تعرف سبب تشريفي لعندكم لوحدك، فاجأتك ما؟ ابدا. مهران بيك منبه علينا انه ما نقصر معك بأي شيء ابدا، وكله على رزنامة، يعني بالقلم والورقة والتاريخ. مسؤولية كونت، ما هيك؟ سيدي ما فهمتني. كأنك عم تتجاوز حدودك معي، أنا أعتبرني عم نبهك. كنت أنت بتعرف إنه مهران بيك رح يزعل كتير إذا بيعرف بزيارتك لعنا هون على المعمل، ورح يزعل أكتر أكتر إذا بيعرف بهي الأسئلة اللي عم تسألها. سليم أفندي، رغم إنه الشهر يعني ما خلص، بس تكرم عيونك، كله بحسابه. يفو. شبك يعني جاي شي؟
ولا شيء ابدا. طيب انا اليوم ماني متاخر عليك بس اطلع فيها من هون.